السلام عليكم. انا مواطنه تونسيه، مشيت سجن مرناقيه نطلع على اخويا موقوف. نروح ده 30 جويلية، حبيت نطلع عليه خاطر انا بطبيعتي مروحه من دارنا وباش نتعدل داري. هزيت صغاري معايا، عندي 4 صغار ما عنديش وين نخليهم. خذيت انا بنتي الصغيره عمرها 5 شهور، واختي خذيت معايا صغاري الاخرين 3 صغار 6 سنين و4 سنين وعامين صغاري الاخرين. وصلنا للمراه اللي باش العونه هذه اللي باش تشوف تفركسنا معناتها تشوف لنا وجوهنا. قالت لي شبيك جايبه الصغار؟ قلت لها ما عنديش وين نحطهم. قالت لي دبر راسك حطهم وين تحطهم، ما مانيش مطلوبه انا باش تجيب لي صغارك. قلت لها راه ما عنديش وين، وهاي اختي بحذايا بعد ما تشوف اختي تاو نمدلها بنتي البيبي في تشدها في ايدها وشوف لي انا. وجيت انا سابق قبل وعملت هكاك، معناها جبتها بنتي هذيك حتى عمرها شهر، وفما عونه اخرى معناها الحق كانت متعاونه معايا وما قالت لي حتى شيء. هذه بدات طول تصيح، قالت لي انا مانيش مطلوبه فيكم ودبر راسك وما يكفينيش همكم نزيد هم صغاركم. حسيلو بدات تسب فيا في حيوانات، في ناس ما تفهمش متخلفين. قالت لي تعرف روحك مع شكون تحكي، راك تحكي مع عونه. قلت لها انا زاد عبده كيفي كيفك راهو. قالت لي انت ماكش عبده، نحي النقاب على وجهك وبعدها وتولي عبده. قلت لها كلنا كيف كيف، كما انت انا مواطنه انت زاد راك مواطنه، وكما انت صحت عليا ماهوش من حقك تصيح عليا. قالت لي ملا والله لا زرتها، ماكش باش تزور باش نحرمك من الزياره. قعدت تصيح، عيطت للاعوان جاوا خرجوها عليا، ما نفركسهاش جيبوا شكون يفركسها. حسيت قلت لها انا مش معقول اللي عملته، اتقي الله. قالت لي اتقي الله، وقعدت تصيح. قالت لي انت اللي ما تعرفش ربي، وين تعرفوه ربي؟ قالت لي شبيك اخي، معبيه ليسونس انت شاعله. قلت لها ما يجيش هكا راهو حرام عليك، تو نتقابلوا قدام ربي. كي انا قلت لها كيكا هي زادت شعلت اكثر، وقالت لي قلب عليا وجهك ماكش بتزور، برمشي قلب عليا وجهك. حسيت قالت لي يا اخي ما تعرفش روحك مع شكون تتكلم، انا راني عاونه انا نتكلم وانت تسكر فمك ما تزيدش معايا حتى كلمه. كي قالت لي كيكا وطردتني جاوا الاعوان قالوا لي مادام هي قالت لك روح برا امشي روح ماكش باش تزور. هزيت بنتي ال5 شهور في حملتي ومشيت نبكي مروحه، وخليت صغاري الاخرين عند اختي وعند بابا مشي يشوفوا خالهم. عيطت لي خرجت خلطت عليا الفم، قالت لي ايجا. قلت لها ماك طردتني هاني مروحه. قالت لي هات بطاقه الزياره. قلت لها ما عنديش بطاقه زياره. عند بابا قالت لي ليه تكذب عندك انت تحرك طلعها بطاقه زياره. قلت لها ما عنديش انا حتى بطاقه زياره، راني انا جاي مع بابا. قالت لي تكذب زاده وقعدت تصيح. وليت انا قلت لها معناتها هاني انا ما اضطرتني هاني مروحه على روحي وما عنديش راهو بطاقه زياره، ماشي بالها نكذب عليها ولا ما نعرفش. حاسيل شفت في ايدي بطاقه التعريف نتاعي، شدتها انا في ايدي خاطر كي طردوني عطاوها لي، فكتها بالسيف. هي جات تفك لي فيها، انا شديت ايدي ما خليتهاش تهزها، وبنتي في حملتي. كي انا ما خليتهاش تهزني هزت ايدها وضربتني على راسي وجبدتني وبدات تضرب فيا. بداو الناس يصيحوا وانا بيدي شاده بنتي وخايفه لا تضربها معناها تجي فيها ضربه. وقعدت يا ارهابيه يا حسيلو كلام ماسك ما نجمش نقوله، انا كلام زايد يعني تسب وتعاير والناس الكل شاهدين. فهم هي كيكة تضرب فيا والناس كي بداو الناس يصيحوا وعلى الصوت اكثر من 100 شخص قاعدين شادين الصف. كيف عليه الصوت ولا تفهم واحدة عاونة واحدة اخرى لابسة زي سمعتها جات تجري، سمعت الصيح هذيك جاتنا تجري ديريكت دخلت فيها بالبروتكا نتاعها تضرب فيا، حتى البروتكا قعد التراس نتاعو في العباءة نتاعي وضربتني على راسي بالبونية، قعد راسي تنفخ وموجود في الشهادة الطبية كل شيء موثق. ضربتني على راسي ما نعرفش بحاجه، يا اما دبوزه ولا زادة حاجه صلبه، وضربتني على جنبي وفما ديتراس معناها قاعدوا زرق في ايدي، عينتهم الطبيبه اللي عدت عليا. وزاد كيف كيف دزوني على الحديد وقعدت تقول في كلام معناها كلام زايد. وقالت لي بداو يلصقوا لي اللي انا ضربت العونه بكف، قالت لي تضرب فيها بكف تضرب فيها بكف، وبدات تضرب فيا على راسي بالبونيه وتركل فيا حتى لين طيحوني اللوطه في على الحديد. حسيلو كي طحت انا على الحديد جاو الاعوان الاخرين رجال ما عرفش برشا رجال جاو يجري معناها فكوني منهم الزوز، فكوني الناس جات تحز، جاو برشا ناس يحزوا بعدوهم ومعناتها وحبوا يفكوا لي بنتي.
خبي في كل بنتي ويعطي بابا بالصدفه خارج باش يشري الماء لخويا معناتها لولادي. يا اخي كي شافني انا في وسط نساء ذوكم بزوز عونات يضربوا فيا، بابا جاي يجري معناها خاف على بنتي، بعدوه وقالوا له هز بنتها هزها معاك. قال لهم بابا ليه، ما خليها تقعد عندها، هي دخلت بها تخرج بها وخليها تمشي معها كما اللي باش يصير لها يصير لها. هاو هزيت بنتي معايا وكركروني، يكركروا فيا العوين، حتى الرجال كركروني للمركز وحبت تنحي لي نقابي هذيا اللي لابسه زي نحيت، حبت تنحي لي نقابي وخربشتني حتى في خشمي فما تخربيش، نحيت لي النقاب انا قعدت شددته معناها هكا بالسيف وكركروني على الحديد هذاك وجبدوني ودخلوني الاداره ولا شنو، خلوني فما مطيشه انا وبنتي واللي تعدى يقعد يسب فيا ويسمع فيا في الكلام وقولوا لي يا تو ترى على روحك والله ما تدخل الحبس كيف ما راجلك، ماشي بينهم انا زي نطلع على راجلي معناتها، قالوا لي تو تشد الحبس وتو ترى شو يصير فيك. وبنتي تبكي ومسكينه قريب تدوخ بالعطش عطشانه، انا سافرت من الماضي ساعه متاع الصباح قعدت حتكشي فما للعشرة نصف النهار معناها في المركز في الحبس وبنتي عطشانه وانا في المشاكل هكاكا وجيعانه عمرها 5 شهور. جات قالوا لي راهو قدموا بك شكايه ديريكت، مشاو دخلوا هما للمدير ولا ما نعرف شنو، قدموا بيا شكايه اللي انا ضربتهم وتوا الناس كل تشهد لبرا وفما كاميراوات تشهد زاده، فما كاميرا في السجن نتاعهم موجوده في كل بلاصه كاميراوات، في البلاصه اللي انا ضربتني فيها العاون العاونات الزوز ضربوني فيها وكل شيء. قالوا لي تو باش تعدى الكلم مركز المرناقيه، جاني رئيس المركز ومعه عاونه واحده اخرى هزوني في كرهبة المركز انا وزوز زوز عاونات هذوما اسمهم ايمان واحلام، هزوني معاهم مشينا غادي المركز كي دخلوا يحقوا معايا معناها على اساس اللي انا هي اللي يعني بالحق انا اللي مت اللي ضربت وكل شيء، حتى كي كلموا فيا مش قالوا لي الاخرى معناها شنو الحكايه، قالوا لي كيفاش تضربها وما تعرفش انت ايش معناها واحد يضرب عون وكذا حسيلو الحق فما عونه معناها ما الشهاده لله عز وجل يرحم والديها، معناها تلهت لي بنتي كي لقاتها كيكة وبدلت لها حتى كوشها ودوشت لها وكل شيء، أما معناها فما فيهم شكون عنده يحس معناتها، أما الأغلبية الآخرين زاد قال لي ما فماش حتى كاميرا، وين شكون قالك الكاميراوات موجودة. ومن بعد واحد آخر جاي يحكي قال لي نجمو باش نطلبوا سيدي، في الآخر أنا قلت لهم أنا نطالب بالكاميرا، قالوا ما لا تنشوفوا سيدي. على كل بعد شوية معناتها أنا بديت توجع، بدا راسي يوجع فيا، معناتها صار لي إغماء، فما كي صار لي إغماء معناتها كلموا هما المركز ولا وكلموا الحماية المدنية، جات الحماية المدنية هزتني للرابط عطاوني تسخير باش نعدي منطقة الحرس بتبربة، الحق معناها يرحموا والديهم تعاملوا معايا معاملة طيبة، تلهاو لي بنتي جابوا لي الماكلة كل شيء وقالوا لي معناتها ماني سمعوني، وحتى حكي معايا رئيس المنطقة قال لي معناها انت حرة نحن ناخذ لك حقك بإذن الله، تحب تشكي معناها نكتبوا لك شكاية، تحب معناتها كيف ما انت تحب معناها تسلم كما نقولوا تفصلوها كيف كيف، انت حرة ما غصبوش عليا حتى شيء الحق. قلت له لا انا راني ضريت وكل شيء وتوا باش نعمل شكايتي، هما اللي شكاو معناها هما ضربوني وبعد شكاو هما مشاو معايا الفكرة زوز عاونات زادة، اما استجوبوني انا قبل وبدا يبقى يعمل معايا في البحث، سالني على شنو كيفاش صارت الحكايه وسجل لي الشكايه وكل شيء. من بعد عملت مكافحه انا وياهم الزوز كي العاده كذبوني ومعناها وقلت ادب وقلت احترام، وحتى العون قعد يصيح عليها قالها مش معقوله كيكة هي محترمتك ما يجيش انت تكذبها وتقول معناها كلام هكا، احكي اللي صار لك وكهو، وهي تقول في كلام ما يجيش مش معقول، معناها سبحان الله يحسوا في رواحهم اعلى من الناس واعلى من كل شيء، معناها يكلموا فيك تخش عليك انت انسانه معناها هما خلق سوبيريور ما مش كيفنا نحنا، معناتها تحس بهم مستغلين السلطه على الاخر، هما يتكلموا احنا لازلنا ساكتين، حتى في المركز تصيح انا كي جات هي تحكي حكيت بالكذب، يا اخي انا بديت نصلح نحكي شنو الصحيح، قالت لي سكتوها هذه ما نحبش نسمع صوتها، معناها اخضر في مركز كيفاش تقول هو انا عندي حق كما هي عندها الحق. حاسب نقعد في الاخر قدمت شكايتي وان شاء الله عملنا زاد شكايه لوكيل الجمهوريه، وان شاء الله انا امالي في الله كبيره وزيد نتمنى ان شاء الله من القضاء باش ياخذ لي حقي وينظر في وضعيتي
خاطر راهي قاعده تصير حاجات اكثر من اللي قاعده صايرت لي انا، لكن برشا ناس ما يتكلموش. راهي كاتاستروفيك الحاله في السجون وفي المراكز وفي كل شيء. ناس قاعده تظلم، رجل عزوز مطردين وما خلاوش يزور، قاعد يبكي تحت حيط حتى حد ما متلفت له. السبان والعار والمشاكل معناها اهانات اهانات بشكل كبير. الانسان ولا لنا عايش كي الحيوان. وهي قالت هالي، قالت لي انتم حيوانات، قالتها باللفظ، قالت لي انتم حيوانات ما كونش عباد. معناها الناس راهي ما تقولش الكل على بعضهم قاعدين يعانيو. ناس قاعده معناتها تسمع في الكلام وتقول لك ما يسالش نصبر باش نشوف ولدي ولا باش نشوف راجلي ولا باش نشوف. معناها يصبروا ويتحملوا في الظلم، راهو ظلم ظلم يعلم به كان ربي بالحق. انا نتمنى من الناس اللي عندهم حتى ذره انسانيه انهم يتدخلوا كيف حالاتي انا، برشا كيف حالاتي انا موجودين، يتدخلوا معناها ان شاء الله ويكون في ميزان حسناتهم يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.